السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة باغادي ديغو. كنتمنى تكونوا كلكم بصحة جيدة وبخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا وصفة من الوصفات الصيفية. غنحضروا قطع الديك الرومي بالجزر والياوخت اللي بدون سكر، وغادي نطيبوهم في الفران. هاد الوصفة سهلة جدا في التحضير وكتجي لذيذة، وباش نغيرو شوية من الوصفات اللي كنقدمو يوميا، يعني هاد الوصفة ما فيهاش كثرة التوابل وكتجي مناسبة لفصل الصيف. يلا على بركة الله نشوفو المقادير وطريقات التحضير. غادي نحتاجو كمية ديال قطع ديك رومي أو لادند حسب عدد الأفراد. أنا خديت هنا نص كيلو. غنحتاجو أيضا علبة ديال الياوخت بدون سكر، معلقة ديال لاموطارد، وغنحتاجو شوية ديال توما بودر أو توما غبرة، شوية ديال البزار، شوية ديال الملحة، وشوية ديال السمن اختياري إلى بغيتو ديروه، ممكن الاستغناء عليه بالنسبة للناس اللي ما تياكلوهش. وعوض قطع الديك الرومي ممكن نديرو اي قطع ديال الدجاج، مثلا الافخاد او الاجنحة او على حسب اللي موجود عندكم. غادي ناخدو العلبة ديال الياوخت ونضيفوها على هاد القطع، ثم كنضيفو السمن والتوابل، وغنضيفو معلقة صغيرة ديال لاموطارد، ونخلطوا هاد المكونات كلها مزيان، ونخليو هاد قطع الديك رومي في هاد التتبيله. من الاحسن انها تبقى ليله كامله، الا ما كانش عندكم الوقت على الاقل نخليوها واحد نص ساعه. انا خليتها نص ساعه في الثلاجه، وممكن هنا نضيفوا معها معلقه صغيره ديال عصير الحامض باش كنزيدو نطريو هذاك اللحم اكثر. فالياوخت ملي هاد القطع ديال الديك رومي ملي كتبقى مرقده في الياوخت كيجينا هاد صدر لا ديال لاداند او ديال الدجاج، كيجينا فتي وكيجي رطب. انا غنغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه في الثلاجه. خليته لمده نصف ساعه لان ما كانش عندي الوقت. من بعد كنخرجوه وغادي نضيفوا ليه جزره او جوج محكوكين، وغنضيفوا ايضا شويه ديال زيت الزيتون. من بعد غنخلطوا هاد المكونات كلها، وناخدو القالب اللي غادي نطيبو فيه هاد الوصفة، بيغاكس او اي قالب اللي كيدخل للفرن، وغادي نقطعو فيه واحد البصلة كبيرة، بصلة صغيرة، نقطعوها دوائر، ومن الاحسن تكون بصلة بيضة، وغادي نوضعو فوق منها الخلطة ديال لادند. من بعد غنغطيو هاد القالب بورق الطبخ. قبل ما نغطيوه بالبابي الومنيوم، نحاولوا دائما هاد البابي الومنيوم ما يلامسش الاكل ديالنا مباشره لان فيه مواد سامه. ومن بعد كندخلوهم الفران اللي يكون سخون مزيان. كنخليو هاد الوصفه حتى كطيب ونخرجوها. هذا هو الشكل ديال الوصفه ديالنا بعد ما خرجت من الفران. انا غنزينها بشويه ديال المعدنوس مقطع وطريف ديال الحامض مصير، وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده.